إلى وضع مؤتمرات الشباب في مواجهة الأحزاب، وكأن المؤتمرات بديل للأحزاب أو أيوة. الأحزاب بديل للمؤتمرات، علشان ما نحتدش وما يبقاش أنا تقييمي للتجربة زي ما الدولة ملامة على اللي قالوه الأساتذة، التضييق واللي أنا مقتنع بيه، التضييق على الأحزاب، قوانين اللي بتمنع حرية حركتها، قانون الانتخابات اللي بالنظام الفردي وبالتالي ما فيش قائمة نسبية فبيقتل المنافسة، كل الأمور دي. أيضا خلينا نقسم الأحزاب لثلاث أنواع، في أحزاب اللي كانت التجربة بتاعت 76 اللي هي الأحزاب اللي نشأت في فترة السبعينات، وهذه الأحزاب بعد آخر انتخابات يمكن في الثمانينات أو آخر انتخابات 90 أجريت بالقائمة النسبية تقريبا ما بقتش موجودة من سنة 90 وإحنا جايين، نتيجة بقى للتهميش ونتيجة أيضا لأنها تحولت إلى مقرات وجرائد. يعني النقطة الثانية جت بعد 25 يناير، مجموعة كبيرة من الأحزاب تأسست ولكنها كلها كانت داخلة في يعني نطاق، مثلا بس أكمل بعد 25 يناير أغلب الأحزاب اللي تأسست وفي عقليتها أنها حركات احتجاجية وليست أحزاب سياسية، وبالتالي تتعاطى مع العمل السياسي باعتباره عمل احتجاجي، وده وضع مختلف أو بين أو العمل أو الاحتجاجي أداة أحزاب من على أدوات أساس ديني زي الحرية والعدالة أو النور. أنا بس خلينا نتكلم في الأحزاب المدنية، يعني لأن الأحزاب اللي على أساس ديني أصلا المفروض بحكم الدستور وبحكم القانون أنها لا تمارس عمل سياسي، المفروض يتم حلها وفقا للدستور وفقا للقانون. خلينا للأحزاب الملتزمة بالقانون، بقانون الأحزاب وبالدستور، لأن الدستور يحظر ممارسة نشاط سياسي على أساس ديني أو تأسيس أحزاب على أساس ديني، فالمفروض أن أي حزب يمارس نشاط سياسي على أساس ديني أن يتم حله من قبل المحكمة. بتكلم حتى في الأحزاب اللي هي مدنية مش على أساس ديني وتأسست نتيجة ل 25 يناير، كان عندها مشكلة أنها عقلية الحركة الاحتجاجية مسيطرة عليها وبالتالي لا تستطيع أنها تفصل بين العمل الاحتجاجي والعمل السياسي، وتعتقد أن العمل الاحتجاجي هو العمل السياسي والعمل الاحتجاجي أداة من أدوات العمل السياسي وليس هو كل العمل السياسي. طيب. فتيجي مثلا في الانتخابات، أي انتخابات، فتاخد من اول اي لحظه تقول لك انا مقاطع الانتخابات لان القانون مش عاجبني، انا مش هلعب الجيم ده لانه ما فيش منافس، انا مش، فوبالتالي انت بتطلع بره كل المعارك اللي المفروض انك تاخدها رغم اختلافنا على القانون ورغم مشكلتنا مع القانون، الا انه اذا كنت بتقفل الجامعه واذا كنت بتقفل المصانع المكان الوحيد اللي انت تقدر تعبر فيه وتعرض فيه افكارك الحزبيه حتى لو بامكانيات ضعيفه هي الانتخابات. والتجارب اللي كانت من السبعينات كانت بتقول اليسار في عز ضعفه وفي عز الضربات الأمنية كان بينزل الانتخابات وأفرز كوادر كبيرة جدا زي أبو العز الحرير الله يرحمه، زي كتير مش هنقعد نقول الـ 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 الأسماء المختلفة، حتى لما تحل البرلمان في السبعينات كان ممتاز نصار نائب لوحده نجح من الوفد وقدر ان هو نائب لوحده ان هو يعني يعمل حركه معارضه كبيره في البرلمان. كان 6-7 بيقاوموا برلمان. طبعا. فاللي حاصل انه ده من العيوب اللي الاحزاب بعد 25 يناير وقعت فيها، بعد 30 يونيو نشات مجموعه من الاحزاب. طيب انا اذا من 25 يناير ل 30 يونيو. الفترة دي كانت مناسبة ان يظهر فيها احزاب كانت تحتمل ده، ولا حركات زي حركة تمرد مثلا اللي قدرت انها تبقى مؤثرة، اللي قدرت انها تبقى موجودة في الشارع وتحقق الهدف منها؟ صحيح، لكن انا عايز اقول انه حركة تمرد نشأت في ظل جبهة الانقاذ اللي كانت موجودة، وبالتالي كانت في تجربة سياسية وفي كوادر سياسية موجودين، كان في غطاء سياسي لحركة التمرد بتمثله جبهة الإنقاذ اللي بتمثل الطيف السياسي الواسع. لا يمكن الحركة تيجي كده من الفراغ ان احنا نقول انه احنا هنطلع الأحزاب فشلت بره المعادلة وبالتالي هتمشي حياة سياسية مستقيمة، انا رأيي مش هينفع. ليه المؤتمرات الشباب بتحصل؟ انا رأيي لانه لو عايزين البلد يعني يبقى فيها سياسة مظبوط يعني لابد يبقى في حزب حاكم وتبقى الامور واضحة. في حزب يعبر عن ائتلاف دعم مصر، ده مش يعتبر الاقرب، ده مش حزب حاكم، لا ده مش يعتبر الاقرب بالظبط، ده مش اكيد مش حزب، انا فاهمه. ايوه انا بتكلم عن حزب هذا الائتلاف، لا لازم يبقى في حزب حاكم واحزاب معارضه عشان الامور تبقى واضحه. واحزاب المعارضه طب بس حضرتك عارف احنا عندنا تخوف